عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد انت فرحان يعني، شايفك سعيد جدا وانت قاعد بتتفرج، وانت بعد الماتش حتى مع اللعيبه كنت بتكلمهم، عايز اعرف كنت بتقول لهم ايه وبتبارك لهم ازاي؟ حاجه بهنيهم طبعا على الاداء وعلى الفوز الكبير دوت وعلى الروح اللي ادوا بها اللقاء واصرارهم وعزيمتهم اللي من حتى من اول البطوله ما بدات، لكن كمان قلت لهم من حقنا ان احنا نفرح النهارده وبكره، لكن ابتداء من يوم الثلاثاء احنا عندنا استعداد لمباراه مهمه ومباراه صعبه ومباراه التاهل بالنسبه لنا. يعني اعتقد ان احنا صحيح واخدين 9 نقاط، لكن في النهايه الكره قلابه وكره صعبه وكره انت عارف بتروح يمين فجاه وتيجي شمال فجاه. محظوظين ان احنا هنقابل فريق تشيلسي في المباراه القادمه في غانا، ولا شايف ان هي كان نفسك يبقى فرقه ثانيه احسن؟ اعتقد ان هي دي قرعه خلاص انت بتشتغل عليها من البدايه، لكن زي ما قلت لك فرقه كويسه جدا ما بتيأس خالص، عندها قدرات ومهارات عاليه جدا جدا لحد اخر ثانيه بتلعب. فالمباراه اللي جايه المباراه اللي جايه بالنسبه لنا هي مباراه التاهل، اللي حقق نتيجه ايجابيه باذن الله نضمن ان احنا نصعد باذن الله، لكن في النهايه مش عايزين يعني حاجه تخلينا نتغر، لان هي الكوره كده بتديك وبعد كده تاخد منك في اوقات كتير يعني. فعشان كده من يوم الثلاث باذن الله هنبدا نستعد لمباراه صعبه ومباراه مهمه بالنسبه لنا. تريكا ومتعب وفتحي هتعدهم ازاي نفسيا؟ اكيد اللعيبه زعلانه وان شاء الله يبقوا موجودين معانا في الماتش القادم باذن الله. يعني هم كلمونا خلاص بعد المباراه، لان احنا في النادي الاهلي زي ما قلت مش 11 بس هم اللي بيكسبوا، مش 11 بس هم اللي بيبقوا ابطال، المجموعه كلها اللي بتبقى بطل. فبكره ان شاء الله الرحمن جايين بكره مع المنتخب وهارد لك ليهم، لكن يوم الثلاث هينضموا لنا في التمرين باذن الله. شكرا كابتن سيد. كابتن حسام البدري اكيد هيبقى لينا معاه حوار علشان نتعرف منه على الاداء الفني والمجهود الكبير اللي عمله النهارده. كابتن حسام باقتدار يعني قاد النادي الأهلي.